السلام عليكم متابعيني الأعزاء. مدرب الأخضر يرتدي الزي السعودي تفاعلا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي. أظهرت صور ومقاطع فيديو لمدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينار مرتديا الزي السعودي وهو يتجول في أحد القصور التاريخية تفاعلا مع احتفالات المواطنين باليوم الوطني 90 للمملكة السعودية. ووصف رينار اليوم الوطني بالمميز للبلد الجميل مبينا أنه شرف له العيش في السعودية وأنه يكون مدربا لفريقها الوطني، متمنيا لكل أصدقائه السعوديين يوما وطنيا سعيدا. وإليكم بعض الصور التي صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. كما في الأخير ندعوكم إلى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتتوصلوا بجديد الفيديوهات.